قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمان حلقة متميزة بعنوان المغفرة والمصالحة في زمن الميلاد، وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر، حيث أكدت محاور الحلقة أن ولادة المسيح هي مغفرة إلهية تسبق المصالحة وتمهد لها الطريقة، وأن فرصة زمن الميلاد تصنع سلاما يفوق العقل، إضافة إلى موضوعات أخرى طالها النقاش. فإلى هناك، وما أجمل الميلاد عندما نتكلم عن هذا اليوم، عن موضوع المغفرة والمسامحة والمصالحة وكيف نعيش الميلاد في ضمن هذه الأجواء اللي لازم إحنا نحس في هذا الميلاد، خاصة كمان الأجواء السائدة، أجواء تسودها الحزن وأحيانا تسودها تساؤلاتنا في معنى حياتنا على هذه البسيطة، على هذه الأرض. أحيانا نتساءل لماذا نحن هنا، لماذا نعيش في هذه الدنيا، لماذا خلقنا الله، لماذا تعيش الأرض في مأساة، في ألم، في حروب، في دمار، في موت، في قتل، في كراهية، في غضب، أجواء مشحونة. لكن الميلاد في هذا الزمن أعطانا فرصة لنجلس مع أنفسنا ونعيد تقييم حياتنا ونعيد أيضا أولويات حياتنا، نعيد جذورنا اللي من ربنا، هذه البذار اللي زرعها ربنا على هذه الأرض كأنفس طاهرة لترجع إليه في النهاية. كيف ترى موضوع المغفرة والمسامحة، وهل الأسلوب اللي كيف بتتعاطى فيه أنت مع الأشخاص اللي بقعدوا يتشكونوا كمان أنه أسامح وأغفر له، كيف بدي أسامح، كم من مرة أسامح، وهل الإساءة هذه فيها مسامحة؟ فأبونا أنت هيك تبلش، بس في البداية أنت ذكرت بالصلاة السعية، فممكن بس تحكي للمشاهدين اللي بيحضرونا شو هي التسعية، لأنه أنت عارف بيحضرونا ناس يعني من كل الكنائس، نعم، من كل العائلات الكنسية، فتحكي لنا شو هي التسعية. التسعية هي قبل العيد، قبل ليلة العيد 24، هنالك تسع أيام من 15 الشهر 15-12 تبدأ الكنيسة صلوات خاصة، فيها يرتفع التون، يرتفع الصوت، وترتفع أيضا درجة الحرارة، الانتظار والشوق. لماذا؟ إن الرب قريب. نعم. فتبدأ الكنيسة تنشد هذا الفرح ولو من بعيد إلى ليلة الميلاد، وفيه تعيد الكنيسة التأمل بكل انتظارات الشعب في العهد القديم لمجيء المخلص، وتعبر عن مجيء المسيح، ليس فقط تطلب أن يأتي في نهاية الزمان، ولكن الآتي إلينا الآن. نعم. هذا هي التسعية، صلواتها جميلة، تثير في النفوس كثير من الحنين والشوق إلى أيام كان لسه العيد أبسط. والحياة، نعم، أقل تعقيد. علينا أن نتخطى حاجز الفرح المادي، وحاجز الفرح المؤقت، وحاجز الفرح الخارجي، نعم، إلى حاجز، إلى مساحة من الفرح الدائم، مساحة من الفرح الأبدي والإلهي. نعم. بهذا هو الميلاد، هو يعني هذا لا يجب أن يلغي الأهم، وهو، نعم، ذلك الفرح الداخلي الباطني، الفرح الروحي، الفرح الدائم الإلهي. نعم. نعم. وهذا ننال يعني بروح الميلاد اللي بنتكلم عنها اليوم، ولو زاوية منها، هي المحبة التي تظهر حقيقتها بالمغفرة والمصالحة. نعم. هذا أبونا صلب، وبصميم حلقتنا اليوم عن كيف نستطيع أن ندخل الميلاد بالثوب الأبيض الناصع، بهالسلام الداخلي، بأنني لا شيء يشوب حياتي وروحي من إساءة للآخر، أو في حدا زعلان مني، أو أنا زعلان من حدا، أو أنا مش متصالحة مع نفسي من خلال عدم مصالحتي مع الآخرين. فكيف ندخل في الميلاد بالثوب الجميل الأبيض الناصع روحيا؟ يعني رحتي مباشرة إلى عمق سر الميلاد، هو هذا الاستعداد. نعم. نعم. الموضوع حقيقة ما بنقدر نخرج من إنسانيتنا. أوكي. الله الذي جاء إلينا
ولبس بشريتنا، نعم. أخذ إنسانيتنا، نعم. فهو أخذها بكل محدوديتها، ومن محدوديتها هذه عدم المغفرة، عدم المغفرة، سامح. الخطأ الذي هو لم يخطئ، أوكي، هو جاء أخذها ليرفعها، لذلك المسيح صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، نعم. يقول بولس الرسول واللاهوت المسيح، لماذا؟ لأنه يريد أن يعيدها إلى ما خلقت عليه، ولكن يجب أن نقر أن بشريتنا مجروحة بالخطيئة، بشريتنا ضعيفة، وبشريتنا تقودنا إلى مواقف نكون فيها في حال الخطيئة، نعم. ومن هذه الخطايا كما يقال أنه الخطأ أو الخطيئة عمل إنساني، ولكن المغفرة هي روح إلهية فينا. أجد نفسي أنه صعب علي أغفر، ليش أنا مش قادر أغفر يعني، فلقيت أنه في بعض الأمور يعني حتى الإنسان العادي ما بيعرف يتجاوزها، يعني هو كطبيعة بشرية، صح. زي ما أنت تفضلت، مثل مثلا صعوبة الخطيئة، يعني إنه الأخيل أخطأ إلي، مثلا الشعور بالظلم، واحد مسجون مظلوم وانحكم عليه 10 سنين، انحرم بيته وأهله ويعيش مع أولاده وكذا، وهو شاعر بالظلم ومطلوب إنه يغفر، فهي صعوبة الخطيئة أحيانا بتمنع الإنسان إنه يقدر يحس شو معنات مغفرة أو اغفر لهم يا رب، أو اغفر لأخي الإنسان اللي ظلمني. يعني مثلا التوقعات، انت بتتوقع من الشخص اللي مثلا اخطا اليك انه عارف انه هو اخطا، بتتوقع انه اخيك اخطا بحقك، وانت بتتوقع انه اخيك بعرف انه هو اخطا بحقك، لا، بكل مثلا صراحه بقول لك انا ما غلطتش ما غلطتش بحقك، فكيف بدك تغفر لانسان مش عارف انه هو اخطا اليك. الصعوبة الثالثة اللي هي إنه تكرار الخطأ، وهون منيجي على العائلة، تكرار الخطأ أبونا، مثل الأم الزوجة مثلا، وأنت أكيد صادفك كثير من الحالات، مثلا زوجة بتقول جوزي بيخوني، أول مرة سمحته، ثاني مرة سمحته، ثالث مرة سمحته، ورابع مرة وعاشر مرة عم بسامحه، بس عم بتكرر الغلط، كيف بدي أسامحه مع إنه الكنيسة من أول مرة أثبتت عليه الخيانة بتعطيه كتاب طلاق، هي بتقولك أنا ما بدي أطلقه، لا، بدي إياه يتوب، بدي إياه يحفظ نفسه، ما بدي إياه يروح جهنم، بدي إياه يتوب. فتكرار الخطأ برضو بيكون الإنسان يعني صعب كتير إنه يسامح. النتائج اللي بتترتب على الخطيئة مثلا، يعني كتير ناس بتقولك إنه أخطأ إلي مثلا اعتدى علي قطع لي ايدي، اعتدى علي خلع لي عيني، اعتدى علي بحادث سير مثلا عمل لي عاهة مستديمة، فكيف الانسان بيقدر انه يغفر وهذا الشخص سبب له عاهة مستديمة، اللي هو مثلا بطل بلا ايد، بطل يشوف بعينه. فيعني هاي بعض الامور ابونا على موضوع المغفرة. كلنا متفقون على أن المغفرة شأن أكبر من الطبيعة البشرية بمحدوديتها، نعم. وصعوبات المغفرة قد تكون يعني شخصية، نعم. وقد تكون موضوعية، نعم. شخصية أنه أنا مشاعري وعواطفي وكرامتي مش سامحيت لي، والمسامحة لا يمكن تكون مخاجلة، أوكي؟ نعم. لأنه رح أحكي متى نقدر نسامح بالآخر. الآن صعوبات المغفرة أنواع الخطية، نعم، نعم، هنالك يعني واحد مش دعس على رجلك وهو ماشي، يعني بسيطة، هي سري عندما يؤذيك داخليا، والنوع الخطأ يتحدد أيضا وقيمته بالشخص اللي أساء إليه. مشان هيك بموضوع العائلة المسامحة داخل الأسرة أصعب جدا من المسامحة للغريب اللي ما بعرفه، صح. وهذا اللي بشعره أنا بعملنا، إحنا مش بس بنحضر الخطاب للزواج،
نحن نتابع بعد الزواج العائلات اللي بتمر في أزمات، وهذا يعني الشغل الأكبر اللي عمالنا منتابعه في مركز العائلة. ونشعر هنا بأمر، نعم، مصداقية المحبة الزوجية لا يمكن أن تستمر أو أن تظهر إلا في هذين الأمرين: القدرة على المغفرة، وهي بالنسبة لي أسهل من الثانية، القدرة على الاعتذار وطلب المسامحة. قد أغفر لمليون سبب، بدي أمشي الحياة أو بدافع إيماني مسيحي أو محبي نحو الطرف الآخر، فبصير ذنب خفيف. ولكن أن أقر أنني أخطأت، وهنا في كثير من الحالات يعني تنتهي المسيرة لعدم الإقرار أنه ما حصل هو خطأ وهو جرح الآخر. وبالتالي القدرة أن أقول مثل ما بنحكي في بداية القداس: خطيئتي عظيمة، أنا أخطأت. مش الجميع قادر يقر بهذا الأمر. هنالك من يقر أنه أخطأ بس بيقول ما بقدرش أعمل أكثر من هيك. هنا نبقى على المستوى البشري. بدنا نعرف إنه بالمسيحية ما يميز المسيحية ليس جمال الكنائس، وليس كلام يسوع، وليس الترانيم الحلوة والأعياد والزينة. ما يميز المسيح والمسيحية والمسيح هو المثال الذي أعطاه الرب في القدرة على المغفرة. وبالتالي دعوته لنا هي 100% مش سهلة. لم يدعو يسوع المسيحيين إلى أي أمر سهل، هو دعانا إلى السمو، إلى الارتقاء، إلى الارتفاع عن مشاعرنا البشرية. وهنا الأمر إنه أنا أغفر ليس منوط بالمشاعر. في هذا الزمان المبارك، بعد أن زينا الشجرة بكل الأضواء الجميلة، هل حقا أعددنا مغارة الميلاد في قلوبنا زي ما تفضلت الدكتورة باسمة؟ يعني مش فاضيين، يعني لا، كل شيء جهزناه ما عدا أن نجهز حالنا للحدث الأعظم. هل أعددناها بما يليق بهذا الحدث الذي وحد السماء مع الأرض بصوت الله: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا؟ هل زرعنا بذار القمح لينمو في مغارتنا وتعهدناه بالمحبة والرحمة والمسامحة وأهمها المغفرة؟ دستور حياتنا أبونا في الصلاة الربية يتجسد في قول الرب يسوع: اغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر. يعني العملية مشروطة، يعني حتى إنه ربنا يسامحنا لازم إحنا نسامح القريب. فأتمنى يعني خاصة أنت معني ببرامج الأسرة، إنه الهدية اللي بنقدمها لأي اثنين متزوجين إنه فلسفة الحياة بالصلاة الربية. يعني إذا تفهمنا هذه الرسالة بعتقد أنه نتوصل إلى المغفرة والمسامحة والمحبة بقلوب يعني ترفض أنه نلطخها بسواد خطيئة. فبتمنى أنه يعني هذه أهم هدية بتقدموها للإنسان، أنه يفهم مغزى أبانا الذي في السماوات: اغفر لنا كما نحن نغفر. غير هيك العملية مشروطة لن تجوز. يعني كيف أنا بدي ربنا يسامحني وأنا مش مسامح القريب اللي حوالي؟ فبتمنى أن نركز عليها كمفهوم أجمل ما تعلمنا من الصلاة الربية.